كملين معكم صباحنا مشاهدينا وانتقلنا لفقرتنا الطبية رح نحكي فيها عن البدانة. البدانة اليوم صارت مرض لأنه لها كتير من الأعراض المرضية يلي بتأذي الجسم وبتأثر على صحة الجسم بشكل سيء وسلبي. كمان البدانة بالجسم بتعمل زيادة مفرطة، فهي ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي، بل إنها مشكلة طبية بتزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض تانية ومشكلات صحية أخرى مثل أمراض القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها من المشاكل يلي لازم الواحد ينتبه لها، وما لازم كتير يكتر يقول أنه أنا بدي صح وبدي صح وكذا، يعرف أنه في مساوئ كتير لهذا الشيء وممكن يتحول لمرض، أو إذا موجود عنده لازم ما يهمل الموضوع كمان ويشوف دكتور مختص لأنه أي أعراض تانية رح تأذي صحته ونفسيته كمان بالمقابل. مساحتنا اليوم رح نتعرف على البدانة وأضرارها أكيد على صحة الجسم وشو هي طرق علاجها وأسبابها ممكن تكون، مع الدكتور أحمد عرق سوسي وهو استشاري الجراحة العامة الصدرية والتنظيرية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. يا هلا وانت بألف خير. دكتور بالبداية خلينا هيك نتعرف شو هي البدانة. البدانة بشكل عام تعريف مبسط شلون، هي زياده مفرطه بوزن الجسم شلون، لحتى نحسبها بشكل بسيط شلون، عاده نحن طول الانسان بالسنتي ناقص منه 100 شلون، تمام، هذا بيكون تقريبا وزنه المثالي. كل زياده فوق ال 10% عن وزن المثالي شلون هي عم تكون بدانه، وبنصير 20% 25% بدانه مفرطه. صرنا نحكي بالشيء الماضي تمام شلون. مثل ما تفضلت الاخت، البدانه يعني هي مو مجرد انه بس والله انه شويه صحه او مظهر مو ظابط شلون، بدانا الحقيقه بتاثر، ممكن تاهب لداء السكري او تخلي داء السكري نمط ثاني شلون، عشان المستشفى او تاهب السكري عند السيدات، في عندنا متلازمه الاستقلابيه شلون، مبيض متعدد الكيسات شلون، عدم انتظام بالطمس، شعراني باماكن غير مالوفه شلون، ممكن تساوي ارتفاع بضغط الدم تمام الحديث، ممكن التهاب مفاصل تنكسي، يعني لها اكثر من اثر شلون. فالحقيقه هي حاليا بامريكا من 10 سنين صنفوا البدانة كجائحة، يعني شو كنا نحكي غير وقت على الكورونا، نفس الوقت هلا البدانة جائحة، حوالي 25% من الناس شلون عندنا بدانة، وبدانة مرضية بحاجة لعلاج وتدبير بشكل فعال. طيب دكتور، آثار البدانة السلبية على الصحة العامة، خلينا نقول شو ممكن تسبب أمراض ثانية؟ حكينا هلا أنا متفق، يعني أكثر شيء نحن بالنسبة للسيدات متلازمة استقلابية، عرفت علي شلون؟ ممكن تأثر انه يصير في عقم، عندك شعرانية بأماكن غير مألوفة. وعند الرجال طيب؟ عند الرجال ممكن أكثر شيء الداء السكري، ارتفاع الضغط، تنكس المفاصل، عرفت علي كيف؟ يعني في أكثر من شغلة عرفت شلون؟ فهي كلهم مرتبطين ببعضهم عرفت شلون؟ فلذلك هلا حاليا مقاربة البدانة عالميا ما صفت مقاربة من طبيب واحد عرفت شلون؟ متعددة الاختصاصات، طبيب تغذية، طبيب غدد صم، جراح، طبيب نفسي، يعني الشيء هلا أكثر شيء بنحكى فيه انه الاستشارات النفسية والتحضير النفسي للمريض سواء تقبل العلاج العادي او العلاج الجراحي. نعم دكتور، خلينا هيك نحكي تدريجيا، ما هي اسباب البدانه؟ يعني من الانسان من هو وصغير يمكن في عادات خاطئه بيتبعها الاهل من خلال تغذيته، من خلال السكر، الملح، هدول اكثر شيء اللي عم ينبهوا عليه عالميا. خلينا نحكي كيف مسيره حياتنا او اللايف ستايل لازم يكون لحتى ما نوصل لمرحله من العمر يصير عندنا بدانه مفرطه. احد الدراسات كنا عم نحكي فيها من فتره، يعني اجدادنا كانوا ياكلوا يعني اكل يمكن دسم مغذي اكثر من هلا بكثير، يعني كان لسه الخير موجود، جبنه بخيره تمام، ومع ذلك كان ما عندهم بدانه عرفتون. السبب الاساسي انه كانوا يعني في جهد يعني يدوي كثير، في حركه، في حرق كذا، في وسائل المواصلات. فالحقيقه اهم سببين البدانه حاليا هن إيه، نمط الحياة العصرية عرفت علي شلون، انه انت سيارة بدنا نصفها على باب الشغل، ما بدنا نتحرك كذا، والوجبات السريعة بشكل عام، يعني شلون هدول اهم سببين تقريبا شلون، نمط الحياة انه ما في حركة، ما في حرق للحويرات شلون، ونمط الوجبات السريعة شلون، التغذية اللي بتكون مفرطة شلون. هلا بدانك بشكل وراثي يمكن 5 ل 6% من حالات البدن هي وراثية، يعني وما تبقى هي عادات خاطئة شلون، عدم التزام بالحركة، ما انه مثل ما قلت لك دائما وجبات سريعة، الأطفال دائما شيبس وكذا، القصص هي اللي كلها يعني غنية بالملونات وغنية بالحيوانات عرفت علي كيف؟ فهي كلها تبتأهب للبدانة عرفت علي شلون؟ فنمط الحياة كثير بيفرق معنا، وعدم الحركة.
هو الأمر كتير مزعج دكتور، يعني نفسياً وجسدياً على الصحة العامة. إذا حدا بده يتخلص من البدانة ممكن يخاف كتير، يعمل كتير أساليب دايت، سبور، حمية غذائية، ما تنجح معه هاي القصص، كيف ممكن أنه يتخلص منها علاجياً وجراحياً؟ لا، اول شيء يعني اي مريض بدانه عرفت مثل لك هلا صارت مقاربه متعدده الاختصاصات يعني اكثر من واحد، بس يعني هلا احنا بنجرب الحميه دائما عرفتوا مع تمارين رياضيه، علما انه بدراسه بريطانيا من 13 سنه عرفتوا انه معظم اللي اتبعوا حميات ونمط رياضه وكذا عرفتوا خلال فتره نقص وزنهم بشكل جيد عرفتوا، لكن الريجين انه صار مره ثانيه عاد اكتساب وزن بعد سنتين ما وقت تتبع النمط هذا عرفتوا، فمن وقت ما نصل ايضا وصلوا قال انه انت لا العلاج بدانا حيكون لازم يكون علاج شيء فعال اكثر منه بس رياضه وحميه عرفتوا، علاج جراحي عرفتوا. عاده نحن قلت لك مريض وزنه يعني عنده زياده 5 ل 10% من الوزن عرفتوا، بنجرب حميه ورياضه عرفتوا، طيب تغذيه عرفتوا، عرفتوا المعالجه السلوكيه عرفتوا تمام، فممكن كثير يعني ناخذ نتيجه جيده عرفتوا، اكثر من هيك فوق 10% عرفتوا، وفي عندنا مقياس البي ام اي يعني مشاكل الجسم عرفتوا، هذا عادة نحن من الوزن عرفت شلون على مربع الطول المتر عرفت علي كيف؟ فنحن بتطلع ارقامنا عرفت شلون؟ 33 لل 35 اذا في امراض ثانيه مثلا كذا فمو بدنا علاج جراحي صار اكيد 35 استطباب مطلق علاج جراحي فوق 35 مشاكل الجسم. وقت نجي نقول بدنا نقول جراحه عرفت شلون؟ هلا في كثير شباب بتساوى قبل ما اقول جراحه عرفت شلون؟ وفي اكثر من خيار بلون المعده جرب كثير عرفت شلون؟ اخذ نتائج وهلا بيقولكم السعرات الذكيه كذا شو، لكن زياده الوزن 10% مو اكثر من هيك عرفتوا كنتائج عرفتوا، وبدك التزام بالنمط. حلقه المعده التغيرت من زمان عرفت شو، صارت كثير مشاكل كذا شو. هلا اشياء شيء عم ينشغل بالعالم كله هو سليب قص المعده عرفت شو، سليب قص المعده يعني هو اجراء كثير بسيط وسهل وحلاوته ما بيغير كثير في زيت الجسم، يتقارن بالتحويل المسار هو الاساسي يعني بكل الدراسات متقارن في تحويل المسار حوالي 90% من فعاليه تحويل المسار، صفه تحويل المسار عرفت هو الحالات البي ام اي فوق ال 50 المرضى كثير اسمه مدينين عرفت علي كيف، اللي عندهم مشاكل كثير مثلا ارتفاع ضغط داء السكري كذا بكون افضل تحويل مسار. الشيء اللي عم ينحكى فيه حاليا واللي عم ينشغل حاليا اكثر شيء كمان حاليا بامريكا وبلش عندنا ياخذ صدى كثير كبير عرفت شلون، هو تحويل المسار المصغر هو شغله بين قص المعده وبين تحويل المسار. فيعني هلا قلت اغلب يعني اغلب الاجراءات الدخلات اللي عم تنشغل طبعا معظمها عم تنشغل بالتنظير، عمليه امنه، ما في كثير مشاكل عرفت شلون. النسب عندنا حاليا تقارب النسب العالميه، عندنا كومبليكيشن حوالي 1-2% عرفت، لكن هي نسب مقبوله عالميا عرفت شلون. الشيء اللي عم ينحكى فيه جديد واخذ صيحه اكثر هلا من 7 أشهر تقريبا الاف دي اي اعطت الادويه تبع داء السكر شلون الفيكتوزا والاكتيبايد عرفت شلون الجي ال بي 1 والجي بي 6 والجي بي عرفت شلون، هدول هلا صار اعتمدوهم لمعالجه البدانه حتى لو ما في داء سكري عرفت شلون. فبظن يمكن بجوز فتره ثانيه سنتين ثلاثه كذا بطل نحكي نقول جراحه نقول والله ناخذ الابره هي او نظبط هيك يعني، فيعني العالم بتتطور بشكل فظيع عرفت شلون. هلا معظم الجراحات يعني شغله الدواء يعني نحكي لك هلا انه صار نحكي بالعلاجات الدوائيه بتعتمد انه الجراحات كمان مو بس انه والله صغرنا حجم معده او صغرنا عملنا جيب صغير كذا شلون، لقوا في هرمونات ضمن الامعاء وضمن المعده عرفت شلون، بالعمليات هي عرفت شلون عم تتغير افرازات تبعيته منها التراكيز تبعيته منها شلون، فعم تسرقهم فعم يحاولوا قبل الادويه بالعلاج الدوائي عرفت شلون يقلدوا انه طريقه عمل يعني العمل الجراحي كيف بيشتغل عن طريق الأدوية عرفتون. فلا ممكن بعد فترة نصير نقول والله قص المعدة الدوائية عرفتون قص المعدة الدوائية تماما. دكتور عم نشوف يمكن كثير موضة صارت قص المعدة، نحت، شفط، شد، يعني نعم. موضة صارت عند يعني الفي اللي بده واللي ما بده. اليوم خلينا نحكي عن الآثار الجانبية لمثل هيك عمليات، خلينا نحكي يمكن في كتير ناس عملوا قص معدة ولكن بعد فترة رجعت لهم البدانة، صار في كتير من الأشخاص يمكن صار عندهم مشاكل من بعد قص المعدة بسبب سوء يمكن التقيد بالمعلومات أو التعليمات اللي عطاياهم الدكتور. هلا احنا في شغلتين، أول شغلة الاستطباب بنحط بشكل جيد عرفتوا، يعني مثلا مريض سويد إيترز بيقول دائما كنت حلو حلو كذا، قص المعدة ما حيفيده، هذا بالتحويل المسار حتما عرفتوا تمام؟ فأول شيء اختيار العمل الجراحي بشكل جيد عرفتوا، الشيء الثاني مثل ما قلت لك هي مقاربة متعددة عرفتوا، يعني الدكتور هلا حاليا بكل المراجع الموجودة حاليا
الاستشاره النفسيه لمريض البدانه حتميه اجباريه، يعني هم الاستشارات القلبيه وهم الاستشارات التخدير الاستشاره النفسيه شلون، فبده يكون دعم في دعم نفسي مزبوط، في علاج سلوكي جيد، طبيب تغذيه لحتى يظبط له الامور التغذويه شلون بشكل عام، عرفت علي كيف؟ الجراح شلون طبيب هضميه، الجراح متابع ما يكون في اختلاطات ما يكون في مشاكل، بس اما هي المقارنه بعد العمل الجراحي حتكون بقيه الفريق، عرفت علي كيف؟ فهي هي اول نقطه. النقطه الثانيه شلون في مفهوم خطا، في ناس والله شديت بطني شلون حاشفط شويه شحوم بنحف شلون، هي العمليات هي عمليات تجميليه، في ديفورات بتصير شلون، فهي عمليه شد البطن، شفط الشحوم من ناحيه كذا، هي بتضبط الديفورات شلون. هلا كثير مرضى بدانه شلون بيسووا عمليات بعد سنه سنتين بصير في تاهل كذا، قد يحتاجوا لعمليات اجراءات تجميليه شلون، لكن اذا التزموا بالحميه والرياضه نظام الرياضه جيد شلون، هذا جسمهم مشدود ما حيحتاجوا لهالشيء هذا شلون، بس هي كثير بتفرق. يعني هي عمليات تجميليه ليست عمليات للبدانه، هي عمليات للديفويات حتى تظبط شكل الجسم، اللبس الستايل كذا شلون، بس هي ما لها عمليات للبدانه، هي لازم نفرق شلون. في ناس بتقول والله انا يلا بشفط شوي شلون بنحف، لا مو هيك القصه، عرفت كيف؟ فبده يكون في تفريق هذا شلون. هلا اي عمل جراحي اي شيء بده يصير شلون بنحط استطبابه يتابع بشكل صح، ان شاء الله بتكون مشاكله واختلاطاته من الحد الادنى شلون وبتتلحق مزبوط ان شاء الله تعالى. الفكره نحن انه الناس استسهلت، يعني انا كثير بيجيني صار تليفونات دكتور بدي اعمل كذا، قد ايه بتكلف قد كذا، يعني هي مو سوبر ماركت انت في عمليه بده ينحكى مع المريض مره ومرتين وثلاثه وشاف اكثر من شيء الاطباء تماما الحديث، عرفت شلون؟ فنحن يعني بده يكون شيء اسمه هيك، ونحن حاليا يعني كنا مع نقيب الاطباء من فتره عم نحكي شلون نسعى انه نساوي شيء بسوريا شلون جمعيه او هيئه او رابطه شلون تعنى بالبدانه شلون من ناحيه التغذيه، من ناحيه الاطباء الغدد الصم، اطباء الجراحه، اطباء العلاج السلوكي، بحيث انه يكون مريض يتقارب ياخذ خدمه مشابهه للخدمات اللي عم تقدم باي مكان بالعالم شلون بشكل جيد ومثالي. اكيد دكتور، يعني هلا صارت العالم ما بدون وعي تحكي مثل ما تفضلت حضرتك انا بدي ساوي كذا، خلص قرروا بدون ما يعرفوا شو الاثار السلبيه، شو المخاطر لهذا الشيء، بدنا نعمل هيك وقد ايه بتكلف. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور، اهلا وسهلا فيك، كنت معنا الدكتور احمد عرقسوسي. اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير مره ثانيه.